بحكي لهم هذا السجن يما إن شاء الله إنها مش طويلة، وإن شاء الله إنكم بتطلعوا بكرة وبتنور الدار، والسجن برضه لن تول الناس ولا آخر الناس. نحن تجارتنا مع الله، وأبنائي معنوياتهم في عنان السماء. أنا والدة الأسرى حسام الدين قطناني وحمزة قطناني محمود قطناني ومحمد المهدي قطناني. طبعاً حسام اعتقل منذ 10 سنوات أثر اشتباك مسلح عند الاحتلال، وحمزة قطناني اعتقل من مدة 8 شهور وهذا الاعتقال الثاني له ولسه مش محكوم. محمد المهدي قطناني اعتقل ب1/9 وموجود هسه بتحت كفة لساته ما بنعرف عنه ولا إشي والله. ومحمود اعتقل أثناء زيارته لأخوه في سجن مجده، موجود هسه بسجن مجده بالمعبار وما بنعرف عنه ولا إشي. والله منعيش يعني بدي أقول لك هو صعب كتير كتير على أم تشوف أولادها اللي كانوا متعودة تشوفهم يعني فايتين طالعين موجودين معها، يطلبوا منها اللي بده ياكل اللي بده يشرب اللي إما عملي لي إما سوي لي، ومرة واحدة تفقدهم ما تلاقيهمش قبالها أكيد تتضايق وتحس يعني بإشي غريب جواتها. بس الحمد لله إحنا تعودنا ولازم نصبر، وأنا مش وإحنا كمان مش أول الناس ولا آخر الناس الحمد لله رب العالمين. أصعب شيء أنك إنك تفقد ابنك وما تلاقي بجوارك وجنبك أقل الاحتمالات، أصبح البيت شبه خاوي. يعني لولا أن الحياة بيد الله عز وجل لا أقول لك أن البيت أصبح فيه نوع من الموت، لأنه 4 شباب بدخول وخروج وما تلاقي همش وما تشوف همش، ما هي صندوق ما تلاقي لما أنت بدك طلب. وأنا قد بلغت من الكبر عتية وأمري إلى الله عز وجل، لكن في نفس الوقت أقول ما دام الأمر في سبيل الله فليكن سبحانه وتعالى راض عنا، ونشكر الله على كل حال. وانا كمان اذا بدي احكي لاولادي انت تتدخلش ولا هاد تتدخلش، الوطن هذا لمين بده يكون؟ احنا لازم الشعب نضحي عشان وطننا وعشان يتحرر في يوم برضه، وان شاء الله انه بتحرر وان شاء الله فلسطين بترجع ان شاء الله، انها معنوياتهم بتكون عاليه جدا، ونحن اصحاب حق، واعتقد لا يوجد على الارض مخلوق اقوى من صاحب الحق. نحن لاجئون نعيش في مخيمات اللجوء منذ عام 48، اقتلعونا من شروشنا ومن جذورنا، ونحن نعيش آلام النكبات والنكبات المتتالية والمتوالية. لا بد أن نناضل ونكافح، وأبنائي من هدول أبناء الشعب من شهدائه من جرحاه من أسراه، فليكونوا كما كل الشعب من أجل حقنا الذي صلب منا. بحكي لهم هذا السجن يما إن شاء الله إنها مش طويلة، وإن شاء الله إنكم بتطلعوا بكرة وبتنوروا الدار، والسجن برضه لن تول الناس ولا آخر الناس، إن شاء الله إنكم بكرة بتطلعوا كلياتكم أنتوا جميع الأسرة وبتنوروا بيوتكم كلكم وبتتحرر فلسطين، الحمد لله رب العالمين. بفضل الله عز وجل نحن قدمنا العثمان شهيد رحمه الله، وأشرقت شهيد رحمها الله، وحسن شهيد رحمه الله، وأبنائي أسرى وجرحى، كل أبنائي وإخواني كلهم جرحى. يعني أحد أخواني لليوم رصاصة في ركبته جعلته شبه عاجز، لا يستطيع حتى الآن الرصاصة. أحد أبنائي رصاصتين في ركبتي حتى الآن. حسام كل ظهره شظايا، إهمال طبي للأسرى بشكل منقطع النظير. وأنا أقول نحن عقدنا التجارة مع الله، والله لن نخطو خطوة إلى الوراء، وليكن ما يكن نحن تجارتنا مع الله، وأبنائي معنوياتهم في عنان السماء، لأنه لشرف لنا أن تكون أنت في صف الله عز وجل.